انطلاق مسافة 1400 متر وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهاد وافراش عمر 3 سنوات في الشوط السادس على هدية نادي الفروسية سيارة زائد مبلغ 60,000 ريال مشاركة بالعباير سيف العز هيوفا بنت قرمة دانة لين الجهوري أم القرى منسكة بالجنادري دانة رماح مطالبة السنان جميلة الخرج والتقدم لهيوفا في المركز الأول مع محاولات سيف العز أيضا وأيضا محاولات مطالبة ومحاولات لكل من بنت قرمة وأيضا المرشحة بالعباير عباير والتقدم لها يوفا والمحاولات من أبا العباير المرشح للتقدم على يوفا أخذ الصدارة والمركز الأول لأبا العباير الآن يوفا تتأخر المركز الثاني محاولات تأتي من طالبة وأيضا من دانة رماح وتقترب بالجياد من المنعطف الأخير لها في هذا الشوط وأبا العباير في المركز الأول بنت قرمة تحاول مع أيضا دانة رماح ومحاولات تأتي أيضا من دانة لين التي وضعت كمفاجأة لهذا الشوط مع محاولة المنسكب والمنعطف الأخير أيضا والخط المستقيم باتجاه خط النهاية بالعباير يتصدر الجهات المركز الأول والمحاولات تأتي من دانة رماح وأيضا بنت قرمة أبا العباير يبتعد بالصدارة والمركز الأول أبا العباير للمركز الأول ويبتعد بالصدارة ويترك التنافس المراكز الأخرى لكل من دانة لين التي تأتي للمركز الثاني والمركز الثالث لدانة رماح وبنت قرمة المركز الرابع والجهوري المركز الخامس ربما سنتابع في الإعادة بالبطيء للأمتار.